Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir comme toujours dans votre émission intemporelle séquence d'archives. Ce soir n'est pas coutume car nous n'allons pas revenir sur le parcours ou la vie d'un artiste comme on a pris l'habitude de le faire dans cette émission, mais nous allons tout bonnement et simplement vous diffuser ou vous rediffuser des sketchs dans pratiquement leur intégralité. Des sketchs hilarants qu'on a choisis pour vous en noir et blanc. Et on a commencé par ce premier sketch du monstre sacré Rouached Allah Yarhamou, entouré de grands noms du monde du 4e art. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sketch a été présenté pour la première fois sur les planches de la salle Pierre Bord, actuellement la salle Ibn Khaldoun à Alger. C'était en 1959, lors des directs de l'émission de variété et de divertissement, bien sûr, rythme et chanson. Le sketch avait pour titre Meitzaoujou Hatta Yitchebou, ce qui se traduirait par qui se ressemble, s'assemble. Ensuite, le sketch Rouached prendra un autre titre lorsqu'il sera tourné en studio. Il s'intitulera Elle et lui. Et enfin, des années plus tard, bien sûr, ce sketch portera un titre plus explicite, celui de Le sourd et la muette. Alors, pour les rôles, on retrouve le couple Keltoum et Mgleti qui veulent marier leur fille sourde et muette, interprétée bien sûr par Fatiha Berber, Allah yarhma, et qui appelle à Nouria à un don, bien sûr, de charlatanisme. En face, on retrouve ce sacré Rouached et son fils Mohamed Debeh, accompagné d'un autre charlatan qui n'est autre que Ali Abdoun. Et voilà, tout de suite, je vous propose de regarder Meitzaoujou Hatta Yitchebou de Rouached. يا مبروك عليكم مبروك. الله يبارك فيك. واش راكي؟ لا فاطمة جبتي لي هذاك الشيء اللي وصيتك عليه. إيه يا غير ضربك جيت من عند الحاجة. قالت لك إلا بخرت بيهم ضربة واحدة. إن شاء الله ما شاء الله. غدوة ما تصبح غير في دار. ما شاء الله ما شاء الله. تبخر به قبل ما يدخلوا الخطاب وهذا وهذا تبيتوا تحت رجليها وغدوة الصباح قبل ما يطلع النهار وغدوة الصباح قبل ما يطلع النهار ديروا في بيدون تاع الماء وتطلع للسطاح تشلل بهذاك الماء وتضرب شطحه وشنو في هذا البرد اسخن الماء اسكت يا عيشة واش راكي تواسي إن على الشيطان قال لك السبب يا عبدي وانا نعينك واش بيك يا سيدي ساعد على ابليس يا بالك الطفله راهي مسقفه مسكينه خليه يهضر هو خليه هو واش راه جايب خبر هو ما يهمش بهذا الشيء هذا صحاب هذوك سيفيليزيه قال لك اللي خانو سعدو يقول السحر بيا هاك في ودني سمعت ولا لا لا انا نروح نشوف الطفله ونجي ها الا فاطمه نروح للطفله قبلها تجي ونجي ها غاولي ما تنطيش عليا خلي الدار يهمنا بلا راعي لا ما نطاش الا فاطمه روحي لي انا يا ربك ايه يلا فاطمه حبيت نسقسيك ايه واش تاع سيدي ساعد شحال سقى منها هاد البخور اللي جبتيه لها؟ ماشي حاجة يا سيدي سعد، هو بنادم ما يشوفش إلا الدراهم، لو كان إلا طفلة مسكينة يتنحى لها تخاف، ما هوش هكذا صار لبنيتي مسكينة الله يرحمها حتى ماتت بالفقوسة. واش صار لها؟ هكذا كيما بنتكم وصلوا ثلث سن الزواج والخطاب رايحين ماجين ولا واحد تقبلها حتى واحد اللي لنصيبها يابسه في فراش حبيب قلبك وكيفاش كانت تعقونا كي بنتي لا انا بنتي كانت تتكلم الصوت انت عايز يسمع من بلاصه العود الزين والتبخ بيخ حبيبه قلبك
ملا توال مغليتي السومة وصدق جاهم بزاف غالي غالي. آه ماشي يعني الصداق ها 80,000 فرق وين تجي؟ ها 80,000 ها ولدي تخاف اللي بها مسكينة ومع اللي كانت عوينتها الكفسة قالوا لك عورة. آه يصير عورة. آه أما هذاك هو ما ظلمتيش تخاف اللي بها. وكيفاش ما بخرتو لهاش؟ بخرت لها وكتبت لها يا ربي ما سهل وشي وافع اللي نروح لها تقول لي بنتك تتزوج. توالم في الاخرى يخطبها راشد القسمطيني. ما نعرف بلا شك على خاطر تما ما كاش الفراق كي العقونه كي اللي ما تكلمش كي العوره كي العمياء كي القليل كي المرفه الكل كيف كيف. هاي هذه بصه عندك الحق. اه الحقيقه الله يلقيها بولاد الحلال هذا ما نقول. اي ما كاش راجل حلالي اكثر من راشد القسنطيني. يا اه ويغني حتى عليها. اه بصح شكون هذا راشد القسنطيني؟ او ما تعرفي شكون الراشد الله يرحمه؟ لا اه يا راجل بالطبع سقسي عليه تشوفي سقسي. اه بصح هو بصح كيفاه يخطبها؟ كيفاش يخطبها؟ يضرب لها تليفون. وصداق صداق صداق يبعثهم لها موندا بوست. هو هذا واقيلا بدا يخرف مسكين. هذه واقيلا عاولت تخرج يمه يمها من السقف. هاو النافخ يلا فاطمه سامحيني قطعت عليك. اسمح اسمح كنت مقصرة مع سيدي سعد. اوف راكي غبرتي علينا البيت. قولي لك بلادي. جوسي بسم الله بسم الله واتكال عليك يا ربي يا فوق. ها يا بنتي اتخطاي ثلاث خطرات هكذا وهكذا وهكذا. وخلا حتى هي راح تتزوج. جوزي جوزي يا عائشة تخطى يا رجال التصريف. آمين المصريف. آمين يا الحسنين. آمين يا ولاد البيت. آمين يا شيخ عبد القادر الجيلاني. آمين يا الحسنين يا ولاد البيت. اثنين ابعتهم. وشنو؟ هاي هنا أنا والله ما ندنا ليكم ما نبخر. طبت في سنة العزيمة. هيا يا راجل هيا أنا على إبليس. الله ينعيك ويخزيك. إيه هكذا هبا هنحو تقام من كل مضرب يسبك تبخر. هيا جوز حلليني. هيا جوز حليني حليني يا راسك العزيز غني. بوسي لي راسي زيدي يدي. يا مؤمن الله 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 والله ماشي تنولي. كامل الدراهم من بالي تاع الحاجه. هي
كل شيء كل شيء تعمل 400 دور ما هي دور وزوج طيور جات زوج طيور جات زوج طيور جات ايه روحوا يا سرادك اللي شريتهم روحوا والله ما نطيح لكم والله ما تاكلوها دوك نروح نغلق السجن والله ما تاكلوها هتشوفوا يا لعشة هم اللي سيدي ساعد ما بيش بيع السرادك اللي جابهم البارح لكن انا ما استحقهم شي افريتي انا اروح انا اروح هاك او 200 دور حق الجزانة وهاو 200 دور حق زوج طيور جات راكي تقدمي على عائشة هادو وين يجو هلا الحاجة قالت لك زوج طيور جات ماشي باش تذبحهم على اوروبا تاع الطفلة اللي داتها لها ماشي زوج زويوشات مالا هاني نزيد لك 500 فرق يا رحم والديك هكذا شوية على خير بربح عليكم شي بالسلامة زورينا يا طفل ان شاء الله نجوز في الفرح ابقى على خير شي بالسلامة الحمد لله يا ربي تنحت قاف اليوم من داري عقوبة لهذيك العقونة كي نريح منها وما نزيدش نشوف وجهها واش تحبيت هاني واش تحبي اقعدوا نتفاهموا فاش علماش نتفاهموا اسمعني مليح واسمعني مليح وحلو ودنيك سمعت كي يجيو دروك الضياف راهي الطفله تدخل وتبدا تسربي في القهوه بصح رد بالك تخليهم يتكلموا معاها سمعت وكيفاش الوسيم مالا معاهم خيط لهم فمهم ما يتكلموش لا لا اللي قال لك يفهم وانا قلت لك خيط لهم فمهم اما لا واش نوازي شوف كي يدخلوا يقعدوا راهي الطفله جيت تسربي القهوه وانت عس واش نعس اللي يتكلم معاها انت واجبه ومن بعد ومن بعد كي تخرج الطفله ذاك الوقت تكلموا وقطعوا الشروط ومن بعد غدوه ولا غدوه تروحوا عند القاضي وتعقدوا الفاتحه وهي فرات ونبي صلت عليها الناس ايه ونبي صلينا عليه يا اخي فكره جاتك يا اخي بابا بابا علمتي شكتي هم جاوا اجي روحي شوفي الطفله ولا راهي واجده وانت ما تنساش واش دير روحك انت رد بالك تنسى واش حصيت ما تخافيش ولا لا لا سمعتي رد بالك واش ما تغلط هاني روحي شوفي الطفله ولا راهي واجده جوزو جوزو مرحبا بكم الله يسلمك جوزو ريحه تفضلوا واش راكم بخير رانا بخير الحمد لله وانت واش راك يا سي ساعد انا بخير الله يسلمك الحمد لله اسنى نسمع هادي عيالي راهي تسقيلي سامحوني ايه سامحوني روحك مزانا يا كلش راه حصلنا سامحوني واش الواد ريحة بوز اللوف هادي هنا يا سي موسى واش تقول نعم قولوا مع الوليد باللي عقوا الوطرش ولا كيفاش انا لو كان تاخذ رايي ما تقولهمش عليه اقبل كل شيء اراضيك الكموسة واشنو؟ والله ما تديها غير الى زوجت لي وليدي نعطيك الكموسة ها في عينك نعطيك الكموسة يا ولدي شكون يتكلم لك على الدراهم بوكس مصري يا دات اخير الزمان تعرفوا غير تبوتشكو في غردك كي تزوج لي وليدي نعطيك الدراهم ذاك الوقت
يا ودي راني نتكلمك على الكموسه اللي عطات لنا الحاجه باش نحاولوا تقابلوا وليدك. اش بيك؟ ايه قول هكذا يا اخي مهبول يا اخي، راك سمعت يا طرش. هيا غاول هاك هاك، هيا غاول قبل ما يجيب لك المندبات. استنى اوقع شوف لي الهيه. هيا خفف خفف خفف، روح زيد له حقي ليه، زيد له حقي حقي ديره له ليه. هاي هاي الفلات، هاي خديها معك، اديها معك، افطر بيه، روح روح. أب سامحوني يا اسمع، دوك نرجع. روح هاك هاك مسامح، هاك مسامح. لا 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 باس نرجع. هاي خلينا نفاق بينا واقيلا متصورة على شداك كيما حنايا فاقوا، والله ما زيد لهم مقل. شحال عقيلو 50,000 واش تقول؟ هذاك هو ما زيدوش حتى ما 50,000 صح. وين زيد؟ بركات عليه. اسمع انت يا هذيك الطفله هذيك تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ قاريه وفاهمه وتعرف الفرنساويه والعربيه والاسبانيوليه والانجليزيه ولا والو؟ على حسب ما قالوا الناس، قال لك تقرا وتكتب وتعرف الصنعه ومؤدبه وعاقله وكل صبع بصنعه. ايه ماشي حاجه، ماشي بزاف. بالصح راني خايف يا سي موسى، خايف يفيقوا بينك. مناش راك خايف؟ خايف كاش بات تكلموا مع هاد اضلع اللون هدايا اخسر لهلك الكل تكلم. خذ هاي باباك، بوش باباك، بوش ليه ويفهم ما يفهمش. تخشي ماشي وليدي يا عجب الله. واش لو كان يهضروا معه ماشي هذاك هو؟ يا ودي شكون اللي يعرفوا باللي يعقون؟ يا سي موسى وكي يهضروا معاه كيفاش؟ كاش كاش شكون يواجبهم؟ وعلاش يهضروا معاه وعلاش يجاوبهم؟ وحنا علاش جينا باش هو يتكلم علينا؟ واش حاب يقول يا سي موسى؟ فنن ابدا تفنن. اسمع يا سي ابراهيم، يحب يقول وقت اللي يتكلموا معاه احنا نقطعوا لهم الكلام وما خلوهمش يتكلموا معاه. اه شوف سوا سوا، ومن بعد كيفاش؟ كي تفرهنا ونروحوا نعقدوا عند القاضي. ايه والصداق يندفع فلات وعلي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد وكي يدخل العروس ويقابل العروسه اشكون اللي يهضر في الضرب وانا ولا انت؟ كيفاش؟ يا ودي يا سي ابراهيم، كي تكون فلات الدعوه عقدوا والمعروضين في الدار عيب عليهم حشمه باش يعاودوا يرجعوا للورا. سوا سوا يا سيدي، ما عندنا حاجه، عندك بيبليوتك هنا ياخذ رايك. بصح والله راك ما تديه لو كما زوج وليدي. مليح مليح يا سيدي، ما تخلصنيش. ما تخاف زوجك ما تخافش. ما تخلصنيش يا سيدي فلات. Voilà, sacré Louis-Chen. Allez, on continue bien sûr avec un autre sketch retiré encore une fois de l'émission Rythme et chanson intitulé Hammam Elwen, Melwen, voilà. Donc, oui, on va parler de ce fameux bain de source d'eau chaude à Blida. Enfin, une thématique qui réjouit les femmes qui, en fait, seraient prêtes à tout faire pour y aller. Le cas de Nouria, bien sûr, qui a finalement trouvé la solution pour pouvoir y aller. Une solution des plus radicales, qu'importe le moyen, l'essentiel et le résultat. On a autour d'elle, bien sûr, dans ce sketch, nous retrouvons Gelwebi, Latifa, Wenish et Qadri. Allez, on y va avec Hammam Elwen. لكن ماشي لهذا الحد بعدا. اشحال معاندية وترنيت، راكي تعرفي باللي راجلك ما راهو يلحق بمصروف البيت الا بصعوبه، يزبك تفهمي. ما عليناش يا اخت، لكن اللي هو علاش راه يصيب الدرام باش يروح للسينمات والملاعب؟ ها كيما راه يصيب الدرام من روحو يلزمو يخصص لي شويه ليا انا كان باش نروح لحمام الوان ولسيدي يحيى. ماريش يقول على حمام ريغه هذاك شويه بعيد. اوه يا انتي وحمام
سلكوه. راكي تشوفي وانا بوست تيليفزيون ما قضوش علي باش شريهولي. ها ومع هذا الشريه نتاعو سهله مهله، ما كاش الحاجه اللي ما راهش تبيع بالدين، ويقدر يخلص حقه بشويه بشويه في كل شهر. يا ربي يا دايما حكايه واحده مع هاد المراه، اذا ماشي حاجه واحده اخرى. يا هي عنده الحق. كي تجي انت راكي تبالغي، انت راكي شابه وصغيره ودايما ما يسمكش دايما هكذا باش نفاو غضبانه، كل ما تجي ونشوفوك ونصيبكم تشتكي. الله نشتكي؟ معلوم تشتكي، كل ما تجي ونشوفوك ونصيبكم تشتكي. انت واش دخلك في الشيء اللي خاطي؟ خاطيني؟ كيفاش خاطيني بو؟ يا اخي احنا من عائله وحده ولا لا؟ لا لا اسكت. راكي تشوف سيدي حامد على خاطر هو كي وليد عمها دائما تعطيله الحق. لا 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 كي تجي تشوفي ما نعطيلوش الحق في خاطر وليد عمك. اشنو انت يا طبيعتك ماشي مليحه، تحبيني ولا كرهيني يا فاطمه العزيزه؟ هذاك هو. لا بو مانيش مليحه ويا العزيزه، افهموا يا ناس. يا الله سكتي علينا، عرفي حطي في بالك بلي راهم ضيافنا يا مرا. ضيافنا؟ لكن هذه ماشي سبب باش تدخل في الشيء اللي ما يعنيهاش. واش تحبي نقول لك؟ انا عند بالي نعمل الخير كي مصحتك، وكي رجعت الدعوه هكذا بالكفاره بالكفاره ما بقى لي زيد نفطرش لي عندك. يلا انت حميد يلا يلا. قعدي بركاو 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 بركاو، كلوا كلوا ناس مالين عقل يا ناس. ما تغشوش باطل هكذا، ما تغشوش. ما تغشوش؟ ايه على شي ما كاش. انا كنت حاسبتها اختي، وكي رجعت اليوم هكذا يا توس معايا من اليوم ما زلتش نحط رجلي عندها. قلت لك يلا ما تغشوش. تحبي دامي عندك الحق ولا تغشي؟ تغشي سي مصطفى. يلا ماني جاي، بقاو على خير سامحونا. جوز مليون مليون ما بقاليش نزيد نحط رجلي في دارك. هات من شهر راني نقول لك. لو كان تبدي عقلك شوية وتربصي ماشي خير؟ ها؟ قولي واشنو؟ انا باش نغزلها قلت نروح الحمام الورد، نروح الحمام الورد. يا مرانا على الشيطان، راكي عارفه كيما الناس الكل باللي احنا ناس فقراء. ني تحبي نجيب لك يما الدراهم حمام الورد؟ روح نسرق. ايه على خاطر انت ما تعرفش تصرف. ها؟ ما نعرفش نصرف. معلوم؟ يا كل شهر كي نقبض شهرية ديالي، ها؟ كل شهر كي نقبض شهريتي نواسي حسابات معاك يا مرا، أنا على الشيطان. وبعد ما نسلك الدين كامل، البيسري، الخباز، عندك يا لالا الخضار، مول الفحم، الكرام، والتريسيتي، والغاز، إلى آخره إلى آخره. والألفين فرنك اللي شاطوا هذا الشهر، ها؟ اللي شاطوا لي زعما، ماشي رحتي صرفتيهم في عرس بنت خالتك؟ ها؟ شنو؟ بنت خالتي؟ اسمع كلش قطع في فهمتي لا لا، ها؟ اسمع بنت خالتي ما راهش مشتاقة في دراهمك، بنت خالتي عندها راجلها الله يبارك اللي يعرف لها قدرها وقيمتها ويعرف وين يحطها، وساعة لساعة يدير لك اش حاجة. حتى نهار اللي يجي لوسي ويسيزي له كلش تقعد الدار فارغة. هكذا. اللوسي بعيد الشر في راسك. بعيد الشر بعيد الشر، هذا من اللي عرفتك ما تعرفي تقولي انت، هي بغير بعيد الشر. هكذا صار لي انايا، عيت نجيب هادي وجيب هادي، حتى البيانو هذا وهذه الكراسه وهذا الشيء كامل، ونهار الاخر راني مانيش عارف كاش تفرى. الله مانيش عارف كاش تفرى كامل مع الكريدي اللي وزير. يا صحه صار هكذا. نسيت انا واش راهي نخدم، شكون اللي راهو يسيق ويمسح ويرقع ويخدم ويطيب؟ انت يا وقيلة ها؟ يقول شكون راهي واسي جاوبني؟ ها؟ ايه شكون اللي يخدم هذه الخدمة كامل في الدار؟ واش تحبيني انا نوض نسيق ونمسح ونطيب؟ ولاش لا لا ماشي عيب، لو كان جيت راجل عاقل كيما الاخرين لا سيقت ولا نظفت واش فيها؟ يا
اسمعي اسمعي يرحم بابك اسمعي. قولي لي يا فاطمة علاش هادي الدواس كل يوم؟ قولي لي يرحم بابك. ندخل من خدمتي عيان نحب نريح مخي تخابليني بيما الدواس ديالك علاش؟ واش تهني لي؟ بدي تهبلي لي؟ لا وين حبيتي تهبليني قولي تكلمي وفرد. الله يا زيد يا راك تشوف ها؟ كنت عرفتها راك مسحور راك مسحور قالت لي جارتنا قالت لي جارتي مرت السي سعد خطالب قالت لي راك مسحور يعني هذا اللي محبش يديني الحمام الوان سحرونا باش يفرقوا بيناتنا وحدي اسمعي يا مرأة اسمعي 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 فاطمة انتي ومرت ديك الطالب هذاك الطالب هذاك جارتك وحمام الوان ديالكم اللي سحروني واش تحبوا عندي تهبلوني خرجوا لي من رحمة ربي قال لي نبي سب الله يرحم بابك هيا اسكت عليا صار هكذا قيلك اما راني معطلتك انا الى هكذا الى راني غير زياده هنا هيا وصلني لدار والديها يلا غبر يا مرام ما وصلناش لهذا الشيء يا مرام ما وصلناش اسمعي اسمعي قولك حاجه هاي اي فاطمه قولك حاجه كلش في الدنيا بالسيف غير الزواج ماشي بالسيف تحبي تروحي ها هي الباب صح راكي تنقبل يلا زيدي شوفوا يا ناس اعلم ماش نندم اعلم ماش نندم على الصياغات على الحوايج اعلم ماش نندم قول لي عليك بوها عليك بوه يا عزام سقي باللفت انتي مهبوله وما تحبي تفهمي والو قلت لك شحال من مره باللي هذا حمام الوان اللي حبيتي تروحي ليه يسقم بالاقل 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 10000 فرنك منين نروح نجيبهم بعد 10000 فرنك بركه بركه شنو بركه بركه 10000 فرنك ايه هما رسم اشنو خلينا انا ندبر راسي وتشوفي نقدر نجيب دراهم ولا لا ها دبري راسك شوف اسمع واش تعملي خاطيك دخل نروح لجارتنا نسلف عليها ايه شكون لا 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 غير هذيك لا لا سنها طويل ومن بعد ترجع تعاير فيك من بعد لا 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 نحصلوا معاها كامل ابدا 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 غير هذه اللي ما تصير خاطيك خليني ندبر راسي ما تخافش ها ها ما تخافش ما تخافش روح مهني روح الحصون دبري راسك انا بركاني مليت بقاي على خير وشويه هكذا لا شويه هكذا يا عزيزي روحي صحه بقاي على خير صحه يا ابو الحمايل يا ابو الحمايل يا ابو اصبح الخير على المراه ها شري الحوايج انا عامل نشري كل اللي ينباعوا الحوايج القدوم صبابات الروبات صراول كلش مالي استنى شوية ريا مالي يا اخي خدتي لي كلش انا عامل نشري ايه انا واخذوا في هذا السروال ها راه هذا شوف راه شوف انا هذه قديمه ما نلبسهاش ها هاي روبا جديد ها استنى شوف هذا قبل انا ماشي مقطع هذا ملاح شوف هذه روبا ولا ها جديدة ها شوف ها الصباط جديد ها استنى بالحاجة حتى شوف هادو ها هذا جديد هذا هيا غاول شحال تعطيني فيهم هادو هذا ما كان تحويج هادو ها يا لا لا نقدر نعطيك فيهم 2000 2000 فرنك بارك نعم هذا ما كان ها واش تحبي نديرك اختي زيدني سلعه زيد لك دراهم واش نقدر نزيد نبيع له يا ربي ها ها
تشريها؟ طابلة. ايه نشري نشري كلش انايا ما عندي حاجة. عجبتك؟ شحال تعطيني؟ تعرفي شوية قديمة هاد الطابلة. ايوه. ها اسمع. وهذا الخزينة جديدة هذه شوف. هذه. راك تشوف شوف. تعرفي احواج واش نقول لك شويه قدم نعطيك 10,000 فرنك 10,000 اي يما الله يبارك يلا هاو استنى نجيب شركان يرفدوا هذا القش ومن بعد تجي نعطيك الدراهم مالك اشرب عارف السنه ما رفدوا هذه وحدة زوج ثلاثة أربعة مشي للبيعة وهذا وشنا حات ما كاين ربعة ربعة هاك تسعة لا لا سامحني شو هذا تسعة هذا جديد التعال فرك هذا غام ما نعرفهمش أنا يعطيني من الأخرين من الأخرين ساعة ما عليك تسعة عشرة يرحم والديك ابقى على خير بالسلامة صحيتو يعطيكم الصحة Voilà, Nolia a tout vendu. Voilà, c'était la solution proposée par Nolia. Alors, on passe maintenant à un tout autre sketch, l'histoire d'un vieil homme riche que ses neveux veulent faire passer pour un fou. Fort heureusement, le vieil homme est plus rusé et arrive à déjouer le plan de ses héritiers. Un sketch des plus drôles écrit par notre cher Mohamed Hilmi Arbi Tawel Fi'amoulou, où il joue le rôle du neveu. Alors, il lui a donné comme titre Waqila Hebel, peut-être qu'il est devenu fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ali Abdoun, qui interprète magnifiquement le rôle du vieux fou, donne du fil à retordre à ses interlocuteurs, à savoir la voisine qui tente sa chance, elle aussi, qui n'est autre, encore une fois, que Nouria. Ajoutez à cela un charlatan des plus dupes, interprété par le regretté Djediet Sissani. Sans plus tarder, je vous propose d'apprécier tout de suite Waqila Hebel de Mohamed Hilmi. أشكر هذا أنت واش راك سيدي فكرون راني كيف نطلع عليك راكي تشوفي لاباس راني نستنى في وليدي بواحد الشوق اللي ما يصورش في العقل الحمد لله الحمد لله اسمع ما تستنتش لهذوك اللي يكذبوا عليك ويقولوا ما كانش منه وما عندكش ولاد اسمع الحمد لله كي جاي وليدي الحمد لله الحمد لله كي لقاني ربي مع واحد اللي يفهمني الاخرين كلهم حاسبيني مهبول وهادوك عندهم مصلاح معاك يا انا بالحاره جارتك خدتني وجيت نطلع عليك ونسال عليك وعلى صحتك لكن السي فكرون قول لي لما يوصل وليدك كاش تعمل لي مع هادوك اللي راهم يقولوا ما عندكش نحاوزهم كامل ونوصي وليدي ونقول له ما يمل حتى واحد منهم من غير الجيران الصافين اللي مثلك هكذا لو كان انا تاخذ رايي غير يلحق زوجه شفتي جاتني فكره واحده انا وياك سبحان الله العظيم حتى انا قلت باش نحي الطمع لهذا الشواده اللي راهم دايرين بيا ما لا غير يلحق وليدي لازم نزوجه فهمتي بعد المرة راهي واجدة ابقى القطيان اليوم نبدأ شوف انا راني مستعدة باش نعاونك الباس النساء والصياغة نعرف وين ينباعوا برخة السلعة صافية غير جيب الدراهم وقول لي واش تحب تشري هما لا جابك ربي هما لا قول لي واش تحب تشري العروس شنو شري
راني نشوف عندك شنتوف مهم. وهذا البراسلي هذا تاني ما نظنش موجود عند بزاف نسى بحالك. شريتهم في الحانوت اللي قلت لك يبيع برخه وجبتهم معايا هكذا باش تشوفهم اذا عجبك تشريهم. جيت مقصودك يعني باش لا لا محسوب حبيت نقولي اذا كان لا 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 خلاص 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 انت قلتي وحنا تفاهمنا. بلا شوفي ما نشري للعروسه نتاعي غير كيما هادو اللي عندك انتيا ولي تشوفين شوف شوف ما عليها. بسم الله بسم الله بسم الله خيرك يا ربي سلم هكذاك. إيه يفرح بزاف وليدك لما تهدي لعروستك سياغه كيما هادي. إيه معلوم وما تخافيش نقولوا بلي الفكره جايه من عندك انت. شوف شحال هادو قلتي بعد هكذاك؟ الشنتوف وحده ب100,000 والبراسلي ب50,000. ايه 150 ايه بارك الله غايا صحيتي بارك الله فيك. بلا شوفي انا اعطيت لك 155,000 150 حقهم وخمسه خليهم قهوتك الله يسمح. ايه واه يا راجل رد لي صياغه صياغتي ولاش نردها لك ياك بعدتك واعطيتك الدراهم باش تشري لي شقول للموت وليدي ولا نخدم عليك ثاني. سيدي فخرون يا خيرك تخدم ماشي بالصحة ما كان حتى قدمه في هذه. سبحان الله بعدك شريتي لي خديتي لي صلاح الله يسلمك تسالين رحمة الوالدين هذا ما كان. وها عليا وعلى سعدي بوخ وقيل حصل فيه بالو يا ناس. واشنو سيدي فخرون الصياغة هذيك ديالي أنا جبتها لك باش تشوفها إذا كان عجبتك تشري لها بالعروسة المحانة لك تترف بيها تشري لها بحال هذي. شوف واشنو تي تاني حسبتيني مهبول كي خيم وجيتي لنا هنا باش تسميني وحسبتيني مهبول ها؟ يلا أخوتي من داري هذي وعليا وعلى محيتي وعليا توخرت وعلى سعدي يسب وسعد الساعة المحانة اللي جابتني لعندك. يا راجل خاف ربي على البليس رد لي صياغتي. قلت لك خذي يا جوج سنة نعلات الله عليك واشنو حسبتني بعد مهبول. ايه هيا خذي قولي فهمتك هذا سميتوني مهبول سميتوني دلوش خرجت من عقلي دخل خرجت من عقلي مني بالصح بعد ونبدا نقتل ونكسر ونفر ونلعب وندفع بعباد الله ونسمع على دينك يا هذه الأولى دوك لما تروح تشتكي لهم قولهم بلي حسبتني مهبول وجات كاش ما تقابر فيا باش تسرقني وكيما صابت شي طريق عم بلا حتى واحد ما يفيق بيها كيسا ما صابت شي طريق باش تسرقني جبلك لي هاد الحيلة هادي نتاع سرقة السيارة باش نغرم حالها ولما تبدا تحكي لهم كيما كان الحال على الزواج هذا وقضية العروسة وجهازها يكذبوها ويعطيهم الحق ليا ماشي ليها هي ها على خاطر الناس عارفين بلي انايا ما عندي لا ولاد ولا طفله اللي نزوجهم. يا بوليندا شكون هذا تاني اشكون؟ ايوا افتح اسيدي افتح حسنا من ها؟ ايوا افتح واش تحب اسيدي؟ السلام عليكم اسيدي وعليكم السلام. ايوا دخلنا بالبركه والصباح ان شاء الله على سلامتك ما الله يسلمك اسيدي. جوج جوج تفضل جوج ياك الفاضله مولاي. ايوا جلس انت انا سباق 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 هيا مرحبا بيبوس حلا سيدي بيبوس حلا بيبوس حلا الله الله يعطيك الزاد والمداد الله يعطيك الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. خير ان شاء الله يا سيدنا شكون بعثك؟ ايوا بعثني السي محمود باش كان داوي واحد المريض في هذا المنزل. سوا سيدك محمود اللي بعثك سوا انا وصيته عليك. اقعد اقعد ايوا الله يفضل بك يا سيدي. يا مولاي الله 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 واش تحب
كي قلت هذا المريض هذا اللي راك جيت باش تداويه ياه يقول لي الله 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 نعم اتوخد في روحه مسكين شوف اسيدي نعم اتوخد في روحه وهو صغير نعم الله 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 واش يعني اول سيدي واش هو المرض نتاعو المرض نتاعو المرض نتاعو الهبال حاشاك حافظ السلامة حافظ السلامة أبو لا يدريس نجينا من هذا المحانة سيدي نعم ولو كان لا يقدر يدوى بسهولة وهو في عمره 30 سنة بك مسكين ما تخممش سيدي نعم اسمع 30 سنة بك ها لكن هاش تواسي يجوز اللي مكتوب عليه ما تخممش سيدي ما تخممش رانا جينا بإذن الله والصلاح اللي كان عالدوه وندووه ونخلوه في الأمان إن شاء الله لكن سنقبل نفهمك في مرطه باش تكون على بال هيه واش هو مرضو سيدي هيه شو مرضو اسمع سيدي ما عندك شي كتفهمني حنا داوينا ايه كي بحال هذا ولا اكثر ياك ما في واحد مهبول سيدي والله القسم ولا ادريس بن ادريس مولاي عبد الله الكامل الساقيه الحمراء الله يخليوه لاباس ان شاء الله غير ما تدوخش يا سيدي غايه ما تدوخش يا سيدي لا لا ظهر على وجهك باللي راجل صنايعي ومولا صنع الله يبارك الله يسلمك يا سيدي الله يسلمك ملك قلت هاد المريض هذا نعم سمعت نعم يا سيدي فيه طبيعه ماشي مليحه ما هي مولاي كي نتلف عقله ايه رجع مسكين حتى يحب ينضرب شوفك حتى تعطيها بسقلة ايه؟ ماشي يجاوبك مليح سبحان الله حافظ سلامة حافظ سلامة سيدي الله يجينا ويعافينا سيدي هو هذاك غير نضرب اش كيجاوب نعم يا اخي في الحقيقة يعني بنادم إذا كتلو مسقالي ياه تمكن لي يتكاكا مع عقله شوف ويطلع يجاوب مليح شوف ايه شوف. ويتكلم بوحد الرزانة بوحد العقل حتى تقول انت يعني ما هوش مهبول لاباس عليه الشيخ البركة دخلت عليك بالله حتى تقول لي نعم يعني لو كان ما نسقلوش وما نضربوش ايه ما يجاوب شيء نعم يقعد عليك فيه باله ويحسب الناس الكل بحاله يا اخي يبدا يقول لك عمي مهبول يعني علي انا أيوة. ويبدا يتكلم 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 وحده هكذا وهو يغلي ومن بعد يا خويا ها ايه 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 بعدها ويدور لك ويفصلك يضرب لي نعم مال هذا اول سيدي ايه. انا غادي نهرسوك قبل ما يهرسني ما نسبق انا نضربو قبل ما يضربني سيدي عندك وما تلومش عليا لا لا يا سيدي انا كنعالجو سيدي ايه جيت الدوري يا راجل سبحان الله يا اخي ايوة. برحمة الوالدين رحم الله والديك ايه. ايوا هذا مرض ما عمري ما فهمتو هذا حنا مسلمين لجدودك سيدي حنا سامحني شوف اسكت وقيل هو اللي جاي اسمع انا نخليك معاه وانا نروح له ايوا تفضل انت الله يرحم والديك ايوا بغى البنيه غادي نعطيو له البنيه ايه وغنبدو روح هاب صوت والدي نجي واش حاجي محمد هو جيت ليك يا سيدي باش نداويك اش بك يا بلد اخي مهبول يا اخي انا مهبول لا سيدي المهبول اللي كيحسب الناس مهابيل انا جيت باش كردك لعقلك تعدى ليا يا سكوت واش تحضر فصلك دخل لو كان هادشي كبير دخل عوجك ها شنو هاد الجن هذا واش هاد الوسيله جيت باش نعالجك يا سيدي هاو بدا كيحضر واش تحكي قلت لك جلس جلس اخي الجن يا اخي واش بيك قلت لك جلس واش بيك واش تحب جلس ومن بعد كان سنعالجك جيت نداويك وبعد قول لي عرفت شكون بعثني انا؟ شكون هذا؟ بعثني السي محمود اخي مهبول يا اخي كنت انتقم من الاول على بالي بها هذه ماشي انا اللي هبل عمي ايوا ما راكش عارف اولد سيدي باللي المهبول اللي يحسب الناس اخرين مهابين لكن ما تخافش عندي اللغه اللي كنت نسلم لك بها سيدي اسمع راك بديت كتل انا نقول لك شوف تخرج عليا دوك ولا ندير عاود نعجل فيك حتى نوضك طبيحي في خدمتك ايوا سيدي رجعتي للهبل تاعك قلت لك نعاودك باللي ماشي انا اللي هبل عمي اسمع نتينا نتينا رجعتي للهبل ديالك وانا عندي الدواء اللي باش كنداوي بيه هاد الكذب هاد الكذب اخرج عليا اخرج وتقطع وجهك ايوا نرجع لك يا سيدي اشهد اشهد اللي قال غادي نداويك غادي نداويك اخرج غادي نداويك اخرج يلا طير طير اذا بغاو كنداويك نجيبهم كيكتفوك هكذا نداويك اخرج اجي 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 اج
Voilà, de Waqila Hbel à la farfelue, il n'y a qu'un pas. Et c'est le titre du sketch qu'on vous propose tout de suite sur Séquence d'archives, un somptueux texte écrit par un autre monstre sacré du 4e art, Ali Abdoun Layarhmo. Et encore une fois, cet extrait a été retiré de l'émission Rythme et chansons en 1959. Alors, le sketch nous raconte l'histoire d'une mère interprétée encore une fois par Nouria qui mariera son fils Halim Gelletti pour la 6e fois et qui compte bien avoir le dernier mot avec sa toute récente breu qui n'est autre que Keltoum, mariée à son fils unique. Alors un jeu de rôle admirable, des improvisations insoupçonnées pour un résultat magnifique. Tout de suite, la farfelue de Ali Abdoun. وانا وحقه هو سيدي حمودة والسبع بن عودة والخاتم مسعودة حتى نصيب لها سبع لماش يطلقها ويرميها ولا تحزن عليها هذه وقيلة هي ناضت إن شاء الله يجعلها ما سمعتنيش صباح الخير لالا صباح الخير وكيفاش حتى الذوق هكذا كنتي تعملي في داركم ترقدي حتى للظهر يا لالا ما فهمت شيء البارح في الليل ما قدرتش نرقد وطرى عليا النعس مدتني عيني حتى مع الصبح باش مدتني عيني يعطيك الصحة يا لالا اهم لا ذوق يلزم منا نروح نجيبوا لك خديمات باش تقعدي مكسلة حتى الوقت اللي تحبي ها انس الشاطرات راهم قضاو شغلهم وطيبوا فطورهم ولالا تقعد لي مكسلة تقعد روحها غير في وقت الماكلة أنا ما قلت لكم جيبوا لي الخدمات وما نيش موالفة بهم قلت لك ما فطنتش وهذا ما كان ها با 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 ولا شغل ما قلت لكش أنا أخدمي شغل أنا ما نخدم الشغل إلا إنسان الله يبارك وإلا وقت الوقفة وش طارة غير ما جيب الله ما علينا شو روح يجي راسك من الخدمة واش جيتي له الفطور ولا من الصباح هو يجبل ويزيد حتى الفطور ما يسيبوش اوه لا لا يا اخي كاينه الدوارة واجده من البارح وعلي انا راني تاكله سمعتي واجده قاضي يصلح ما بقى لي غير الوسيله شويه بصل وشويه طوماطيش وتكون خمس دقائق وهي فرات ويفطر غير ما تحيريش روحك ومن العشاء شوف واش الواسي يعطيك الصحه مليح والخبز من اين نجيبوه وين راهو ايه نروحو نجيبو من الكوشان تاع بابا كي طيبت اليوم اوه لا 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 بقات لنا في الخبز ايه ياك تبقى كاين الواسي بالله عجين والواسي خبز افطر ونفطرو هي فرات ها شنو ايه هذا راي مليح انا يا مرا كبيره 65 سنه في عمري درسه ما بقاتليش تفطريني بخبز الفطير وانت شكون اللي قالك مازالت الدواره من البارح بوه الدوارة مضتها بيدي وغسلتها بيدي وخيطتها بيدي وقليتها بيدي تقولي ليش كل قلي ولو كان قول لك انا ما كاش واش تقولي كاينة بوه ما كاش لا كاينة قلت لك ما كاش انا نقول لك انا حبيت تخرجيني من عقلي كاين راني نقول لك ما كاش يا المؤمنين حبيت تهبلني على حبيبات عثمان بوه عليا والعروس اللي جاتني بوه اي وقفت بوه عليا واش نودو ها هذه حلوة هذه حلوة ايه انا خدمت عليا كنت جبت عروسه اللي تحاسبني في رزقي وتشارعني وتوزن عليا في داري هذه هي لا 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 ما نحبش لا لا وهذا العياط علاش كاش ما قلت لك دوني كاش هذا كاش ما قلت لي دوني ها على حبيبات الدوار سمعتي انا مع الصباح كليتهم حسيتيني في قلب منهم وما قلتي لي حتى دوني ها كليتيهم ايه كليتهم رزقك رزق باباك التاليري داري وانا مولاتها وندير فيها شنو نحب انا اللي نحكم هنا سمعتي ولا لا ولا شنو دخلتي البارح تحبي اليوم تحرميني من رزق وليدي ايه اوه لا لا ونغشناش لكن يديهم صحافك نوسيو التقليه نتاع ولاد الدجاج ونفطرو هي فرتها ياه تقولي هكذا قبيله ما قلتيش هكذا يحصل عيط رجالي ما تصحيش ها راني شوفيك راكي معولة على الدواس وانا ما ندوش معك دوك انا طاربي ما عندي ما قلت لك كي قلت لي كريت العصبان قلت لك نواسي واش تحنت على ولاد الدجاج ونفطرو ها بصح كي راكي تصيبي لي في السبايب وراكي هكذا تواسي والله العظيم كيجي ولادك غير نفطرو كيجي ولادي واش يواسيني
ها تحبي ماشي خرجي ها وتريحي انت فيها هكذا كي تتمتعي. اسمعي اسمعي يا الغالطه ما تنساش اللي الزبير وليدي وانا يمه وش اللي قلوا عليه واسيه ما تنساش اللي ست نساء طلقهم في خاطري سمعتي ولا لا الا حبيت اللقع شيل وما ست قليل الله يكون معكم عم سالك لو كان طار بينا ما عندي ما قلت لك كي قلت لي العصبة انت لا قلت نواسي ولاد الجاج لو كان طار بيت عاوني وليدك على بنية بيته ماشي على خلاها يخليك بلا درس يا الوجه المنحوس اي سو دحل هاي سو خلاي سو بغيتي بايا حتى جيت انا طويتك ونسك الخير انت جابك ولد وعاودته وانت يا بصح شوفي بس يا ملعب بس يا ملعب وراس العوينه وحده اللي انا نشوف بها سمعتي يا اليد اللي دخلت لك الهضره غير هي اللي تخرج تقول حزني عليا صار عليك يا العيطاري انا ما تعيش ها جبتك لداري عملت فيك الخير بصح تشوف واشنو هذا تاني خير ان شاء الله وصى كاش هذا وصى اش هذا وصر واش عملت لي اشنو مرتك مع الصباح اللي حبيت تاكلني انا بركاني 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 من هذا الشيء ما نحملش لا اله الا الله عند رسول الله وهذا واشنو جبت لي عفريته تقول لي جبت لك امراه ياه صار عفريته يا كنتي جبتيها لي ولا انا انا اللي جبني على مخي انا اللي جبت لهم من عمري بصح ما عند باليش اللي تشرمط هكذا يا وليدي وقبيحه وعلي يا بوب ما عليناش هيا واش قالت لك ولا واش عملت لك واش تقول لي اللي يقول عليها بالنادية والبراح باللي طلع ربي الصباح وهي تقدح وتمح لي الكلبة المكلوبة ما خدمك فيها عايرتني ما فيها سبتني ما فيها صبعت لي حاشاك ما خلت ما قاتلي وهذا الحيين والموتال كل جبتهم لي يا عجبا موتى ما سكوا شي منها ما خلات لي لا جدك لا تاصيلتك لا عرقك ما خلات لي سودت لي كل واحد جبته واسمه بزاف بزاف يا وليدي بزاف عليه هذا التوغان ما نقدرش يا عملت لك هذا الشيء كامل وانت كاش ما قلتي لها كاش ما ويسيتي لها ولا غير هكذاك برك بلا سبه او يا وليدي كان ربي بيناتنا ما قلت لها ما عليها غير فطنت الصباح جات شافت من وشافت من ومن بعد قاتلي فانا راهي الطنجره متاع الدواره ايه قلت لها يا بنتي صبت فيها زوج عصيبنات ايه خفتهم الله يفزوا كليتهم هذا ما قلت لها يا وليدي العزيز والمرأة صلت على النبي وبداتني ما خلات ليش فين نحكم بدات تعاطي فيا وتاكلي وياكل راسك وتاكلي رصاص يا المخروفة يا اللي توات السكارة في وليدك يا عدوة نفسك الحاسين ويا وليدي ما خلت ما قالت ليك لينا نسمع عن رسول الله بزاف بزاف عليا هذا الشيء ما تخافش من ربي وهذه شوف لو كان مش سكت عليها كنت اليوم حتى العصا زيد ناكلها من يدها بزاف بزاف انا ما نجمش يا وليدي هذا المراه تفرعلت غير شبعت تفرعلت علينا مال هذه المراه هبلت هذا ما قلتي لها وعملت لك هذا الشيء كامل وكل علي يا ربي يا وليد هذا ما قلت لها ما زدت لها لا من فوق هذا الشيء ولا من فوق هذا الشيء ما رانيش عارفه يا وليدي العزيز إلا رايحة زدنا في كريشتي ولا تغير ولا ما نش عارفة لو كان عليها ربي أمليح ما لا نطق نروح نشوف واش راه يغلي في دماغها هذا ما عندها شهر بعدها بدأت تهرد في روحها ايه يا وليدي هذه بعدها هبلت ولا واش قصها أنا مش عارفة يا وليدي العزيز انا ما عندي ما عملت لها اسمع راني نقول لك يا وليدي قولها تخطي صحتي انا باريه تعرفني يا وليدي انا ماني نايضة على ادواس ماني نايضة على العياط ما نوصل الناس ما نرجع في تكسير الراس قولها تبعدني بصح انت تاني احكمي شويه فمك على خاطر ما يلزمناش نردو الظلم غير على واحد على خاطر حتى انت تاني
عندك واحد لسان الله يبارك حلو كي الدفلة. وعلاش لساني حلو كي الدفلة؟ ها؟ وعلاش؟ واش وسيت لها انت كنت حاضر؟ اما لا راني بديت نفهم انت لك تحرش فيها عليا. راني نقول لك ما نحرشها عليك سمعتي ها؟ على خاطر انت حتى انت ما عارفك سمعت قداش من مرة كي تكوني تغلي وحدك. وإذا حداك ربي هنيني برك انت وهي إذا هنات روحها يا زينيا مليح ولا ما كاش نوسقها الآخرين ويبقى راسي بارد. ويا وليدي وانا لاش هذا الشيء وانا ما راهش نحوس على هنا لك وليا ولكل واحد. ويلا بك يا وليدي غير عليا انا دوك نرفد حويجاتي ونروح انا ساهله. ما يوقع ادواس ما تتفرقوا في خاطري. صار انا قلت لك تروحي. فعلاش ما تحبوش اللي يقول لكم الحق؟ علاش؟ ست نساء خديتهم على خاطرك يا عجبت العجب الكل ظلموك ولا وحده ظلمتيها انت. وعلى هذا الحسبه لو كان ناخذ رايك كل شهر نطلق وحده وناخذ واحد اخرى. بزاف ويلحق واحد الوقت ولا واحد يزيد يحب يعطيني بنته. واذا كل مره اللي تجي ترديها بزاف. نقصي شويه من طبيعتك انت زعما مراه كبيره وعاقله يزمك تعقليها انت وتسايسي على خاطر صغيره. واذا ما تحبش تاخذ الرايه يما قولي لي وديك الساعه تشوفي واش نواصلها. اي الوقتاش وانا صابره لها ونربي فيها ونساعد المراه. لو كان زوجت بكري كراي ولدت وعاودت واش بك راهي والده 10 وقتاش وانا نربي بركاني انايا. اسمعي ما عليناش روحي دوك انت لبيتك واللي هي وانا دوك نروح نشوف واش راهو يغلي في دماغها. هيا روحي. انا رحت تعانيش السابعة تبها وليدي. يا اخي حصل راني فيها يا اخي شاش نعمل معاه؟ أنا يلزمني كيفاش نفريها معاه على خاطر نو كان نشوف المرأة نصيبها عاقلة وبنت فاميليا ماشي انت اللي تقول هاد الشي كامل. آه يا ربي آه ما رانيش عارف كيفاش نواسي معاه. يلزم نشوف هاد الشي اللي راهو صاير بيناتهم. باك نسقي للمرأة ونسقسيها حتى كيفاش صارت هاد الخصومة. هكذاك اللي في قاع القدرة يتجبدوا الغراف. سليمة سليمة ما رأي هذه سليمة؟ ها يا عندي هضرة معك. كاش نقول لها؟ كاش نكلمها؟ نزقع عليها تولم عندها ما وزت. حصل حسدت مع هذه العجوزة. كاش نعمل معها يا رب؟ هي فمها ما تحكموش وكل ما ندخل تسبقني وتجي تشتكي. حاصل يلزمني نعرف واش بيناتهم على خاطر ذنوب بنات الناس صعيب ودعاوي الوالدين كثر وكثر. واشنو عيطت لي؟ هذا واش كنتي تواسي؟ كنت 3 أيام على الفطور. قاعدة عندي هضرة معاك. واش تحب عندي؟ اش بك الصباح مع يما؟ حتى شي. انا نط وهي بدات تحوس على الدواس باش تدوس معايا. يا اخي انا ما عندها سكت عليها وخليتها. غلات وحدها راهو كيعيط سكتت. علماش ما كان سبه واحد اخرى؟ علماش ياك على بالك. البارح في الليل باقيه 3 أيام على الخياطه وما لقيتش بكري. ما لا الصباح ما فطنتش بكري. ايوا انا نط وهي بدات لي الساعه راهي الوحده. ذوقي حق انا نجيبو خديمات لالا راكي تاكلها عليا هكذا كنتي دواسي في داركم. يا اخي قلت لها يا لالا مع اللي ما خدمت
والشغل انت اللي حبيتي تخدميه. قالت لي مليح والفطور. قلت لها بويا اخي كان العصبان اللي بقى من البارح. انا قلت لها على العصبان والمراه بدات السوق وتعيط تجروا لي يا جيران. جبت اللي تعي جارك لي في دار في داري. جبت اللي تعس عليا وتعيط وتسقي وتعيط وتسقي على طول جهدها. هذا ما كان راكي متحق علي. هذا ما كان يحب يقول ما كانش سبه واحد اخرى. والله العظيم ما كان شي اخر من غير هذا الشيء. اي هذا وزاد ربحتها عليا. اما انا على حسابكم اما انا يلزم لي ما نخرج من هاد الدار ولا واشنو نبقى في خدمتي ولا بكم. على خاطر على حساب هذه الحسبه كاش نهار تشدوا الشواق لبعضكم بعض وتفاطروا. وانا علاش تعس عليا؟ راني نقول لك والله العظيم ما قلت لها كلمه. ما لها هاد المرأة حبلت ولا خرفت؟ وانا منين نعرف؟ هذه يماك انت تعرفها وتعرف طبيعتها. انا بالحارة عندي شهر من اللي راني هنا عندكم. حتى انت اسمك تعرفي طبيعتها كان خرفت ولا هبلت ولا غير القباحة برك اللي بيها. هكذا كي تعرفي طبيعتها ما تعنديهاش ولا واشنو؟ انا نقعد دائما انتم ننسى والعباد يتفرجوا فيكم وانا كل ما ندخل تكسروا لي دماغي بزاف. انا لا من جهتي غير ما تقلق روحك ما تحير روحك. ما نزيش نتكلم معاها حتى كلمه. حتى حيرتوني وانا ما عرفتش كيفاش نواسي معاكم. انت راكي تحكي قصه وهي راهي تقول طبع. والحليف راكم تحلفوا في زوج وفي الحقيقه كاينه غير وحده اللي عندها الحق. Voilà, donc c'était un extrait du sketch de Ali Abdoun, La Farfelue. Je suis sûre que vous êtes restés sur votre faim et donc on vous propose de regarder la suite de La Farfelue. Mais qui aura le dernier mot dans cette histoire? La réponse en image tout de suite dans Séquence d'archives. لكن خديك لامي مليح. زعما انا ندير روحي نزكي ونعيط ونسب فيك وانتي سكتي برك وتوين من نوصل حتى للضرب. انا ما فهمت حتى حاجه واش راك تقول. فاهم احمد فاهم. شوفي شوفي خذي راي راجلك وروحي واسي واش راه يقول لك. هذه تجربه حبينا نجربوا بها العجوزه اذا كان راي تكذب والا لا. يا ودي واش داكم العجوزه مسكينه امراه خرفت على روحها ولا تصلحها ما تعرفوش تحبوا انتم تزيدوا لها. خليوها خليوها. سليمه راني قلت لك روحي روحي. مليح يا سيدي. لكن اسمعي زعما انا كي ندير روحي نضرب في المطرح ولا في المضربه وانت بدات تزيد. سمعتي؟ مليح ما لواسي كيما حبيت. يا اخي مراه يا اخي الشيء اللي واساتو فيها كامل وهذاك ما حبش تعطي عليها باليد. هكذاك اللي راني نشوف وزيد الشيء اللي كيما راك تقول انت تعمل فيه هذاك والو. لكن كتشوف واش عاد تقول لها هكذا كل مره ما تقول والو. العقل واش يواسي؟ والله يا لو كان مره اخرى ما تحمل لها هذا الشيء كامل. هكذاك اللي راني نشوف. اسمع القهوه رانا شربنا درك. انا نخرج نتخبى وانت خدم خدمتك. يا ربي ودنزيل طريق الخير. ان شاء الله ان شاء الله. أيه. اللي يحوس على الخير يسيب الخير واللي يحوس على الشر يسيب الشر. طيب سليمة. وش ما راه صار هكذا؟ ايه وليتي حبي قلت حبي تضلمي يما انت ها وتضربيها وتسبيها ما تستحيش. شوف اسمع ماشي على خاطر انايا سهله انت ليا ويا نهار كامل ويا تضربني بلاصه. وشنو؟ انا قلت لك ما تناش ليا. وتزيدي وتزيدي تسقي ما تستحيش واحد العيداري ها قولي واشنو هاد الشيء هذا؟ اعطيني والديا الى عندك اني في الدين الوالديه. سمعت انا
تشوفي ها بركات بركات بركات. خرجي ولد خرجي ولد تقعد هنا وكلبه. قلت لك خرجي قلت لك خرجي هذه روح هلا قال اللي عند والديا اي بركاني بركاني روحي تنسي خديت مرا اللي تحكم فيا وتحت ضرب يما بصح اليوم تشوفي واش نعمل لك واللي عملتيه هذا قداش اليوم يظهر وانا من بعد نزيد لها قلت لها اخرى هاك روح اش راني قريب راني قريب نوصل للمراد ايه هكذا دوق نعطي لها طريحه اكثر من يعطيها لها هو وعلى ذيك الكشفابوه ما كانهاش كاش نعمل دقو كاش نقول يا ربي علاش فضحتني ايا قولي لي وين راهي جبديها واش راكي تستناني اصبرني يا وليدي بوها في غرضك ما شفتش مليح توالا متخبيه تحت البنك لا راهي في السماء
إيه سوا سوا والله عندك الحق، أدخل شي طارت في السماء. ولا تعرفي هاي جاتني واحد العقلية توالم كي ضرباتك وشفتني داخل هربت من البيت وما عاودش دخلت. إيه سوا سوا يرحم ذاك الكوم، غير ضربتني طارت كل جنية. صح يا يما، الحاجة اللي ما فهمتهاش إيه؟ كيفاش البيت مغلوقة ونفاتح في يدي وهي الداخل وخرجت، هذه اللي ما فهمتهاش. إيه أنا عجوز؟ إيه الباب مغلوقة. إيه بف عندك الحق. إيه لا كانت لا لا أنت اللي عندك الحق وإحنا نكذبو. يا قلتي خرجت ليك وعطاتك فرشة عصا وسباتك وخبشاتك وكنست بيك الأرض، هيا جبتيها وين راهي؟ من عند تحب نجبدها ما كاش تجيبها من السماء. صار ما كاش ها؟ ها يا واحد الشتوت ها. وعلى الشتوت يا وليدي، كاش ما صار والو، كاش ما عملت. وصار يا يما، الفخة اللي لعبتها لك ها راكي تحدي فيها. ياه يبقى عملت لي فخه. علاش مسكينه هكذا يما؟ المراه ما عملت لك والو وانت ضليت تبلاي فيها. ها دوك كانت هنا قاعده وحنا رانا نسمعوا واش كنتي تقولي. علاش هكذا يما؟ لا شوفي دوك نروح نسقي لهم وتشوفي. سليمه فيها قوية. ها يما ها يما شحال تحبي تضحكيني؟ كيفاش؟ ها؟ في آخر عمرك وتكذبي هكذا؟ ما تستحيش؟ ها؟ ما تستحيش على عرضك؟ شوفي ها؟ أنا راني نباريك ها؟ ردي بالك أنت وياها مرة أخرى، راني حرشت عليك. لا 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 ما تسرحاش عليها، أيا شوفي خالتي. خالتي من اليوم ما تزيدش تلتهب حتى واحد، ما تزيد تدخل روحها في حتى شيء. تلتهب روحها وبصلتها. يا هكذا خالتي واش قلت؟ في عقلة بو يا وليدي يعطيني موتي لازم تحلت فمي ولا تكلمت خلاص راني تبت. وانت يا واش قلتي سليمة؟ أنا من الأول ما عانتهاش وخليتها لربي. يا أخي يقولوا لي شد في ربي عمره ما يخاف. سبحان الله هاي انكشفت الخرازة والظالم متجازة. الله ينهل الشيطان. سمعتوا وأنا أقول لكم بقى على خير دروقة. هيا هارخوج هاي صار انكشفت الخرازة والظالم متجازة. يا حليلك واش راهو ماجيك يا بنت كلبك؟ احزني عليا استنى تشوف. Voilà, c'était La Farfelue. On arrive à la fin, malheureusement, de notre émission Séquences d'archives. J'espère que vous l'avez appréciée. Permettez-moi, avant de nous quitter, de rendre hommage et de saluer notre grande dame Nouria et Monsieur Mohamed Hilmi, Rabbi Tawwal fi Amrhom. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous laisser un petit message sur notre page Facebook de l'émission Séquences d'archives. Je remercie également notre réalisateur Saïd Bouhidjoum, notre script et ma collaboratrice Hassiba Hasnaoui et bien sûr l'équipe technique du studio 7. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire il al-liqa pour de nouvelles séquences d'archives.